نحن هون عنا دار أبجد براعم أبجد لرعاية وتعليم الأيتام. الدار موجودة في الريف الجنوبي لإدلب في قرية أوريم جونز. افتتحت هذه الدار في الشهر السادس من هذه السنة. تقوم باستقبال الأطفال الأيتام في المنطقة وتعليمهم. الآن بالنسبة للأطفال نحن نستقطبهم من عمر الروضة إلى الصف الثامن. طبعاً نتطلع لأنه نكمل الأعمار للثالث الثانوي، ولكن القدرات ما زالت بسيطة. نعمل بكادر مؤلف من 30 مدرس ومدرسة مع كادر إداري. الكادر طبعاً جميعه تطوعي، لا يتقاضى أي أجر بالنسبة للمركز. نسعى لتعليم الأطفال، قمنا لذلك، قمنا باستقبال بعض الأطفال بأقساط غير الأيتام طبعاً، وذلك لتغطية جزء من نفقات المركز. نقوم بتعليم الأطفال بوسائل بسيطة من صنع الكادر بأدوات بسيطة، وذلك لعدم إمكانية شراء الوسائل المتطورة. كادرنا ذو خبرة وكفاءة عالية لدينا. نسعى دائماً للأفضل لتوسيع عملنا في هذا المركز ليشمل القطاع الرعاية بشكل عام للأيتام وليس التعليم فقط. نحن هون نعتبر المركز الوحيد في الريف الجنوبي لرعاية وتعليم الأيتام. نحن هون الكادر رغم نعتبر الأوائل الرائدين هوني بالنسبة من المراكز الأوائل الرائدة هوني في المنطقة. جينا بعد النزوح، قمنا بفتح المركز، أسسنا، استقبلنا الأيتام. ما في شيء يدعي لها الخوف. حاولنا نأمن، نزرع الأمان في نفوس الأطفال اللي فقدت أهالية بالذات، لأنه هي بحاجة لأنه الدعم وأنه نوقف جنبها. ندعو كل إنسان أو كل مدرس أو كل هاي أنه يرجع يساهم في دعم الأطفال ودعم المنطقة هوني. إحنا بحاجة بداية للدعم. دعم يشمل أولاً التدفئة، يعني بالنسبة لأطفال، أطفال صغار بحاجة للتدفئة، بحاجة لوسائل، بحاجة بالنسبة للتعليم، الوسائل التعليمية المتطورة، أو ولو أنه كجزء بسيط الكتب التعليمية. نحن مجموعة معلمين متطوعين من مركز أبجد، ضمن مجموعة أبجد نعلم أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 سنين و15 سنة، طبعا أيتام الأطفال. نحن نعمل في مركز أبجد للشأن العام لتدريب وتعليم وإعلام وأنشطة للأطفال للأيتام. كمان نحن هدول الأطفال الأيتام نحن نحاول نوصل لهم المعلومة بحيث نسيهم ظروف الحرب اللي عاشوها وحرمان الأب والأم أو الأب أو الأم، مشان نعوضهم على شيء لشيء أفضل. حاول تعليم أطفالنا جميع المواد، إنجليزي، العربي، الرياضيات، بالإضافة إلى الرشيدي، مادة الرشيدي. رغم كل الظروف اللي نحن عم نعيشها والحرب الموجودة عنا، حتى نتعاون مع الطفل إنه ينسى هالأمور اللي عم يعاني منها. الصراحة نحن بلشنا من الشهر السادس، بدأنا من الشهر السادس، كملنا تكميل منهاج اللي راح على الطلاب أثناء النزوح بالشهر الأول للرابع. فهون نحن الطلاب اللي سجلوا عنا بالشهر السادس والسابع والثامن، هذول تحسن تحصيلهم العلمي للأفضل. بدأت الناس بسبب كثيف وأنا واحدة منهم، يعني بدي أرجع خلص على بيتي، على أولادي مثلا بيحنوا للحارة، للمدرسة، لرفقاتهم، إلى 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 آخره. يعني هيك نحن هذا الهدف. وشغلة تانية، يعني نحن متمسكين بأرضنا ببلدنا، ومن نتعلم نحن هون، نحن إذا بنفيد البلد نفيد بلدنا إلنا، ونتعلم بضيعتنا نحن. صراحة اللوجستيات نحن عم نعتمد على حالنا بتأمينها، والوسائل نحن عم نعتمد على جهدنا الشخصي، مثل أنا هيك الوسيلة، أنا كله شغلي أنا، يعني عم نعتمد على حالنا، وما في أي دعم من برا أبدا أبدا، كله وسائل بسيطة
ويعني متداولة مستعملة، يعني ما عم نجيب وسائل مثلا انه صعبة التأمين، لا عم نجيب وسائل بسيطة انه نحسن. طب نحن مقبلين على قصة الشتاء تمام. كمان هاي الموضوع كتير مهم، هذا كتير كتير مهم موضوع التدفئة. الصراحة يعني نحن محتارين كيف نأمن التدفئة للأطفال، يعني هاي مشكلة كتير كبيرة بتوقع عنها، مو بس للأطفال حتى للكبار.